اوكي ودي مش المرة الأولى، دي المرة التانية، وهو الراجل يعني ما تواناش إن هو يكون موجود معانا ويشارك معانا في ورشة جديدة في رغم ظروفه اللي أنا عارفها، ويا رب يمن عليه بالصحة والعافية إن شاء الله، وجزاه الله كل خير. في البداية الأستاذ إبراهيم حسن صالح، لمقدمة صغيرة هي أقل ما يمكن عنه، هو متخرج من كلية التربية جامعة حلوان، تخصص تكنولوجيا التعليم. عمل في مصر في البداية في مركز تطوير التكنولوجي بمحافظة الغربية، ثم قسم التعليم الإلكتروني بمدارس الرياض المملكة العربية السعودية، وحاليا بيشغل منصب مدير مشرف وحدة التدريب والجودة في التعليم الإلكتروني بشركة كلاسيرا العالمية لأنظمة إدارة التعلم الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط. أخ إبراهيم له مشاركات كبيرة جدا جدا في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني، وحضور مؤتمرات. يعني أنا عن نفسي أنا بتعلم منك أستاذ إبراهيم، ويعني فرصة سعيدة إن احنا نكون موجودين معاك. وحاليا أنا بترك المايك لحضرتك، وأهلا بكم جميعا في ورشة من ورش إيمرج أفريقيا بالعربي، وهترك المايك مع الدكتور أستاذ إبراهيم. شكرا لك أستاذ إبراهيم، وشكرا لحضرتك معانا يا فندم. شكرا يا دكتور محمد، والله انت قلت كلام يعني اكثر من امكانياتي المتواضعه، جزاك الله خير يا سيدي. وكلنا ان شاء الله كده طلاب في مشروع العلم وبنتعلم من بعض، جزاك الله خير يا دكتور محمد. وبالعكس انا يشرفني اي حاجه شفتوني بكتب عنها اعلان او بوست او اي حاجه، حتى لو بمقابل او مجاني، بالعكس يشرفني ان انا اقدم عليها كورسات يعني للجميع، حتى اللي حابب يعيد نفس الكورس ده يقدمه حتى من باب نشر المعرفة لأي مجتمع هو تابع ليه. بالعكس المصادر هتكون موجودة عند الدكتور محمد، ولو محتاج أي مشاركة أو حتى إن أنا أشارك معاه أو أقدم البرنامج، بالعكس يعني هو الهدف في النهاية هو هدف نشر المعرفة، ويعني إن إحنا نساعد المجتمع خاصة في الظرف الحالي الصعب جدا على تجاوز هذه الفترة الحرجة جدا. فبالعكس يشرفنا. أنا بس محتاج من حضراتكم على الشات تكتبوا لي الاسم والدولة أو التخصص، عشان زي ما قلت لحضراتكم ممكن يعني إيه نخلي لغة الخطاب واحدة شوية، وإن شاء الله هنبدأ كمان دقيقتين، وآي ثينك اللقاء بيتسجل كمان ممكن نستفيد منه. طيب الأستاذ إبراهيم محمد دسوقي أبو العطاء، أهلا وسهلا. وجدان الشهيبي من مصر، أهلا وسهلا. إبراهيم أبو العطاء مصري مقيم بالبحرين، أهلا وسهلا. وجدان معلمة ماث ساينس، أستاذ فهد العمري أو العمري، أهلا وسهلا. طيب نبدأ إن شاء الله. دكتور طبعا يعني دكتور محمد، أستاذ فهد العمري من المهد، أهلا وسهلا صديقي العزيز. الأستاذ محمد عبد الهادي طبعا يعني هو المنسق القعدة الجميلة دي، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. الأستاذة أسماء صلاح، أهلا وسهلا، مصممة تعليمية ومطور محتوى، أهلا. مريم خلف من دولة لبنان العزيزة، أهلا وسهلا. طيب نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ورشتنا دي هتكون لمدة ساعة إن شاء الله، هنحاول نوجز فيها موضوع التشتت الذهني في التعليم عن بعد عفوا لمدة ساعة إن شاء الله، ممكن كمان نطولها كمان ربع ساعة لو عندكم أي أسئلة. المساق بقى كامل هينشر إن شاء الله على رواق، منصة رواق، اعتبارا من يوم الاثنين، هيكون متوسع بحيث مثلا ممكن يكون في حوالي 6 7 ساعات، لان هو الموضوع كموضوع اولا موضوع جديد يعني في علم التعليم الالكتروني بشكل عام، موضوع ان احنا ندمج فيه حاجه نفسيه زي الشهود الذهني. ثانيا محتاج توسع ضخم يعني، ومحتاج بقى مشاريع وانشطه وكده، فاحنا ما شاء الله النهارده هناخد الملخص بتاعه، و اللقاء ان شاء الله
التوسع بقى فيها ان شاء الله على الرواق، بالتفصيل، بالمشاريع، بكل حاجه، بالمناقشات، بكل حاجه ان شاء الله. طيب نبدا على بركه الله ان شاء الله. طبعا لو عندكم اي سؤال تكرموا اكتبوا لي على الشات، اوكي؟ انا متابع الشات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. يشرفني وجودي معاكم، ويشرفني استضافه ايمرج دكتور محمد عبد الهادي صديقي العزيز في تقديم ورشه تدريبيه مختصره عن التشتت الذهني في التعلم عن بعد. انا ابراهيم حسن صالح، متخصص في التعليم الالكتروني، وحاليا اشغل منصب مدير قسم التدريب والجوده في كلاسيرا الشرق الاوسط. نحتاج منكم في البدايه، دي على فكره الصوره بتاعت مكتبي يعني من شويه، نحتاج منكم في البدايه اتفق على ميثاق للورشه، ميثاق مهم جدا. خدوا بالكم الميثاق ده عشان هسالك فيه كمان شويه. اول حاجه يكون انترنت اعلى من 8 ميجا على اساس يبقى الصوت والشاشه واضح بالنسبه لكم. تاني حاجه يكون عندك كمبيوتر مجهز، يعني في برنامج الزوم ومحدث ما فيهوش مشاكل الى اخره. محتاج كمان يكون عندك دفتر وقلم، ورقه تكتبوا فيه الملاحظات اللي هنقول عليها. محتاج يكون في سماعه مناسبه عشان لو حولك تشتت، مش معقول هنتكلم عن التشتت وانت حولك تشتت، ولا يبقى بابا النجار مخلف، فضروري احنا كمان نبقى بعيدين عن التشتت. محتاج كمان يكون عندك الذات بتاعك. انا مثلا اهوت معايا كوبايه الشاي بتاعتي، ومعايا شوكولاته، ومعايا حاجات حلوه كده، اتفضلوا معانا. محتاجين تليفونك يكون على الصامت، وفي تطبيق اسمه فورست يمكن هعرضه عليكم النهارده ان شاء الله، بيساعدنا اكتر ان احنا نكون مركزين وبعيدين عن السوشيال ميديا. محتاجين بقى البرواز الاصفر الجميل ده، اللي هو ايه؟ ان احنا نكون في سياج من التركيز. كلامنا النهارده كله على التشتت، فاوعى يكون حد فيكم حاضر ومتشتت، والا بالظبط هيكون عامل زي واحد بيتفرج على مسرحيه. احنا عندنا دلوقتي يعني بنسميها ايه؟ مولد من الدورات التدريبيه التي تقدم بكل الاشكال والعناصر، وتلاقي كل واحد فينا دلوقتي طالع بقفه شهادات. ولكن هل استفدت؟ ولا كنت فاتح الشاشه وفاتح الفيسبوك، ولا فاتح تويتر، ولا قمت تروح تجيب كذا، كل شويه تكتب على الشات تقول فين الشهاده فين الشهاده فين الشهاده؟ هو ده المعيار المهم جدا اللي لازم نعرفه. كون ان انت حضرت اي ورشه تدريبيه كويس ما كنتش مركز فيها، يبقى انت كده كنت بتتفرج على عرض كوميدي او عرض تراجيدي، اي عرض بقى، بعد يومين ثلاثه مهما كنت متاثر ومهما هو قال لك معلومات قويه هتنسى. مرتبط موضوع التركيز ده بتاسك، ان انت تحدد لنفسك او المدرب يحدد لك مشروع زي واجب، تعمل الواجب تبقى انت فهمت، ما تعملش الواجب يبقى انت هتنسى، يبقى انت ما استفدتش حاجه، يبقى خدت شهاده وهتعلقها على الحيطه وخلاص. فيهمني جدا الميثاق ده بالنسبه لي. طيب متفقين على الميثاق ان شاء الله؟ لو متفقين على الميثاق اكتبوا لي رقم واحد. يلا اللي مش هيكتب رقم واحد هعتبره ليس متفق على الميثاق اللي ذكرناه من شويه، وهقول للاستاذ محمد يطلعه من الغرفه. يلا عشان نطلعك ولا حاجه، بس ضروري جدا. هقولوا يا جماعه وانتوا كمان، احنا هنتعرض للميثاق على فكره كمان شويه. الميثاق ده معيار مهم جدا لازاله التشتت، ان انت تبقى داخل كده زي اللي رايح يتجوز، انا بسهر بره البيت، انا ما باكلش اكل في شطه، مش عارف ايه، متفقه يا بنت الحلال على الشرط ده؟ اه متفقه، خلاص نبدا. مش متفقه، خلاص كل واحد يروح لحاله. اللي مش موافق على الشروط دي يطلع من القاعه. اوكي. يلا كم واحد كتبوا؟ 7. لسه بدري ان شاء الله، اللقاء هيكون مسجل برضو، اللي يعني الموعد ما كانش مناسب ليه او جه متاخر. عناصر التدريب بتاعتنا النهارده ان شاء الله في الورشه المختصره دي، هنعرف يعني ايه شروط ذهني اصلا او تشتت، هنعرف ان احنا في زمن المشتتات، وان في حرب اصلا علينا، وان احنا ان شاء الله بنجاهد حتى نصبح غير مشتتين. هنعرف اسباب الشهود الذهني واعراضه ونتائجه. هندخل بقى بعد كل التراجيديا دي اللي كلها حاجات كده، مشاكل ومشاكل واعراض وعصر وشروط، هندخل بقى على الحلول. طب احنا نعمل ايه؟ احنا كمين؟ احنا كاسره، احنا كطالب، احنا كمدرسه، احنا كمعلم، احنا كبيئه، كل الحاجات دي كمجتمع، ايه اللي ممكن نعمله علشان ننقذ البشريه من هذا الخطر؟ خلينا ناخد المثال ده كده في نص دقيقه ونتامل. مثال احنا كلنا اصلا بنتعرض له. احمد راح يصلي العشاء. كويس؟ خدوا بالكم كده من المثال ده، ولو عندكم حتى كاميرا صوروه. المثال ده هيحتاج ان احنا نتامله.
ان كل تدريبنا يمكن متجمع في المثال ده اللي هو اصلا بيواجهنا في حياتنا. بص يا سيدي، احمد كان بيتفرج على ماتش كوره اصلا قبل ما يروح المسجد، كويس، وتاخر علشان هو كان متابع الماتش بقى والفاصل ومش عارف ايه، فساب المباراه في نصها. يبقى اول حاجه كان بيتابع ماتش كوره وبعدين راح المسجد، هرول في الطريق عشان يدرك الجماعه. على باب بيته هو نازل، سبحان الله بقى اجتمعت المشاكل كلها، قوانين ميرفي. اكتشف ان باب جاره قفله كده، قفل العماره، المدخل العماره بسيارته. ففضل ماشي يقول والله لا اوريه، بس ارجع من المسجد كده واقول وادي الفرض وبعدين هخبط على اتخانق معاه. تفكيره بقى على جاره ده يزيد ازاي؟ كان لابس ملابس البيت، لانه هو اصلا مش مهتم انه يروح المسجد بملابس جيده، وصل في الركعه الثانيه بالتاكيد. بيحس بصداع كبير جدا، يعني هو واقف يصلي بس هو عنده صداع جامد قوي. ليه؟ هو اصلا ما نامش من امبارح، كان سهران بيتابع الاستوديو التحليلي. الامام، امام المسجد نفسه، اخطا في التلاوه. خلاص احمد بقى عنده مشاكله اللي هنتكلم عليها دلوقتي. الامام نفسه صوته وحش واخطا في التلاوه. احمد عنده مغص لانه واكل اكل غير صحي، فبالتاكيد عنده مغص وخايف وضوءه ينتقد، فقاعد على اعصابه. المصلي اللي في جواره بيشغل موسيقى فيها نغمه موسيقيه. فيما بين الصفوف طفل صغير بيلعب. الامام بيقرا الايات من غير تدبر. احمد بيفكر وقت الصلاه، هل فريقه كسب الماتش ولا لا؟ دخل في جون ولا لا؟ في الركعه الرابعه جروب الواتس بتاع احمد رن عليه، اكيد يبقى في حاجه حصلت في الماتش، فما قدرش. فطلع الجوال علشان قال ايه، يقفل النغمه وضرب بعينه كده عشان يتاكد، فشاف ان في فريق احرز هدف. عليه بقى ليه؟ ما لناش دعوه. المصباح بتاع المسجد كان عمال يضوي ويطفي. احمد بيفكر في صلاته على جاره اللي قفل السياره ده، والله لو اوريك. تذكر في نهايه الركعه انه ساب الشاي على النار، فقال ده زمان البيت ولع اصلا. اكمل الصلاه مسرعا، فتح جواله عشان يعرف النتيجه، هرول للبيت علشان يشوف نتيجه الصلاه. بعد كل الاحداث الصاخبه دي اللي خدوا بالكم تواجه كل واحد فينا. اوكي؟ احمد بعت لك سؤال دلوقتي قبلك انت الاستاذ فهد مثلا، وقال له يا استاذ فهد يا اخي انا بشتكي ان انا مش مركز في الصلاه، ما تعرفش ليه؟ يلا تاملوا كده الموقف ده، هننتظر كده نص دقيقه بالله عليكم، عايزين نكون اسرع شويه، وكل واحد يجاوب على السؤال ده. لو احمد اشتكى لك انه شارد في الصلاه وانه عايز نصائح تساعده على الخشوع، هتقول له ايه؟ يلا نشوف كده على الشات كتبتوا ايه. يلا اكتبوا لي. يلا بسرعه. لو اشتكى لك أحمد أنه يعاني من الشرود في الصلاة، وجدان بتقول لك أول حاجة بالنسبة لها سيب تليفونك في البيت. أوكي، التهيئة قبل البدء، ممتاز يا أستاذ فهد. حضور الذهن، ممتازة يا آمال أو أمل. عائشة، قراءة سور قرآنية تحاول حفظها للمرة الأولى، ممتاز. تجهيز النفس والمكان. طب انا هسالكم كام سؤال، انا انطلق في التدريب. هو احمد اللي عليه الاخطاء كلها؟ مفيش كده ناس كانت مشتتات خارجيه؟ مفيش ناس لو كانوا اجادوا عملهم او عملوا حاجات معينه كان احمد برضه ساعدته ان هو يركز؟ احنا ليه ظالمين احمد؟ هو الراجل عليه ذنب صحيح، ولكن هل المشتتات بتكون داخليه فقط؟ لا، مين اللي قال ان دائره التاثير هي الشخص وحده؟ بالعكس، كلنا في مجتمع وكلنا نتاثر داخليا وخارجيا. طيب قولوا لي كده شخص من الاشخاص او شيء من البيئه لو كانت اتحسنت كان احمد كمان ركز. الجار، ممتاز. عندكم حد اهم من الجار على فكره، ده حد ليه دور مهم جدا. احيانا بنروح خطبه الجمعه ننام، واحيانا بنروح خطبه الجمعه نصحصح. الامام، احسنت يا استاذ احمد.
في موقفنا اللي احنا هنشرحه النهارده في التعليم، الامام هو المعلم. الامام هو المعلم. الامام نفسه مشتت، والا ما كانش غلط في القراءه. غير لا يصلح انه يكون امام بدليل ان صوته غير جيد، المفروض يترك المكان ده لحد تاني. ممتاز. المثال ده انا حبيت اديه لكم في الاول لانه مثال من حياتنا، ويمكن ياخدنا في سكه ان احنا نعرف حاجات كتير قوي بالنسبه للمشتتات يمكن هنتعرض لها ان شاء الله. عايزكم بقى واحنا بنشرح يبقى في ذهنك موضوع الصلاه ده، بصراحه انه موضوع مهم جدا وحساس جدا ومهم جدا في كل الاديان، كل الاديان بصراحه، موضوع الالتزام بالعباده والخشوع في العباده كلنا بنعاني منه. طيب ممتاز جدا، خلينا نبدا بقى التدريب بتاعنا ونسال السؤال اللي بعد كده. هو الشخص لما بيسرح او بيشرد، بيشرد ليه؟ الشخص بيشرد عشان حاجه مهمه جدا، علشان في حاجه بالنسبه له اكثر متعه. يعني رغم ان القران عظيم جدا مهم جدا، ولكن احمد في الموقف ده، احنا هنرجع للمثال على فكره كل شويه، كان بالنسبه له الماتش اكثر متعه، ما كفرش، ولكن الواقع قال كده، انا بالنسبه لي الماتش اكثر متعه. والله بقى انا قصرت، الامام قصر، المسجد قصر، الميكروفون قصر، جالي قصر، في حاجه استطاعت انها تقول لي انا الاحسن دلوقتي، وساوس الشيطان بقى. احنا في النتيجه نركز في ما هو اهم. يعني بالنسبه لي دلوقتي الاهم هو اللعب، الماتش، مش الصلاه. نركز في ما هو اكثر جذب او حاجه بتجذبني. خدوا بالكم من هنا من حاجه مهمه جدا، الاعلانات اللي بتشوفوها على اليوتيوب، شاهد قبل الحذف، فيديو للكبار فقط، كيف تصبح سوبرمان في 5 خطوات، المفاجاه الكبرى، عناوين على السوشيال ميديا قويه جدا، صور عاليه جدا بتخليك يلا اضغط بسرعه، انت سعيد انك هتشوف الموضوع ده، زي كده. السوشيال ميديا نتكلم عليها من شويه، يعني هي بتلعب على حته الجذب. يعني حتى في 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 الديب بتاع السوشيال ميديا، لو انت عملت سيرش مثلا على موقع ودورت على ساعه او على اي حاجه، تفتح اي موقع تلاقيه على طول فتح لك. كل المواقع خلاص بقت عنكبوتيه ومطلعه على اسرارك، فممكن بسهوله يعرفوها، وكل المواقع خد بالك بتبيع بياناتك للناس. يعني انا قعدت فتره طويله بتجيلي اعلانات عن الصلاه، اللي هو ايه؟ علاج الصلاه، مش عارف ايه. طب انا ما بحثش اصلا عن زراعه الشعر اصلا، ولكن انت بياناتك دي نفسها لما بتبدا تدخلها في اي فقره بصورتك بالحاجات دي بتبدا تتحلل وبتتباع. عشان كده المثل المشهور اللي قاله كالني بورت، هنتكلم عليه كمان شويه، اي حاجه مجانيه انت السلعه، بس مش واخد بالك. اتكلم عن موضوع السوشيال ميديا لانه خطير جدا. اوكي، المشتتات طبعا مقصوده وغير مقصوده، داخليه وخارجيه، وانواعها بقى كتير قوي. ممكن تكون إلكترونية، ممكن تكون عادات، ممكن يكون غذاء، ممكن يكون أشخاص، أنواعها كتير جدا مشتتات. إيه هو التشتت الذهني؟ التشتت الذهني يعرف بأنه يعني ضعف أو فقدان القدرة على التركيز في أمر ما، أمر ما مهم وهو الهدف، سواء بقى أنت طالب عندك هدف الدراسة، بتصلي عندك هدف الخشوع، رايح مشوار عندك هدف انك تكون مركز في السياره ما تعملش حادثه، كل ده هدف. اي حاجه بتخليك وانت سايق السياره تطلع جوالك وتبص على تويتر مشتت. اي حاجه بقى انت عندك هدف محدد متفق معاه على جهه معينه، اي حاجه هتعترض الهدف ده مشتت. والتفكير في امور خياليه بعيده عن الهدف ده، وممكن توصلك لمرحله اسمها السرحات، مرحلة الخروج التام من الموضوع، تسرح بقى في أفكار تانية خالص. ممكن حتى بعض الناس لو كلمك أنت ما تردش عليه، إنك وصلت لمرحلة بقى من التأمل العميق. طيب، هل الطلاب والمدارس والصغار بس هم اللي عندهم التشتت ده؟ هل ممكن نتهمهم الاتهام الخطير ده أصلاً؟ في المدرسة؟ لا بالعكس، إحنا لما تعرضنا للتعلم عن بعد لقينا نسب التشتت أكتر بكتير. ليه؟ لأن البنت لما كانت جوه المدرسة كانت جوه قاعة محكمة، كان عندها التيتشر بتاعها هي قاعدة بتشرح، وكانت الأمور بالنسبة لها يعني تحت قيود كتيرة جدا. هنا في التعلم عن بعد
التحدي مضاعف بدرجة خطيرة. لحد دلوقتي ما اطلعناش على دراسات علمية على فكرة ناقشت الموضوع ده، ويا ريت لو فيكم باحثين يعني يعملوا لنا دراسات في الموضوع ده. مفيش دراسات لحد دلوقتي بينت التشتت في التعليم عن بعد، ولكن في دراسات كانت بتبين التشتت في التعلم المدرسي. تخيلوا ان من 2004 ل 2014 دي الدراسات، ويمكن احطها في المصادر، التشتت كان 1%، 1% يعني ما بين كل طالب في الفصل 1%. دخلت هنا بقى في 2014 المستحدثات التقنيه، انا بتكلم على المدرسه، توقعوا كده واكتبوا لي على الشات التشتت زاد بقى قد ايه من 2014، من 2004 و2014. ان شاء الله ابعت لكم المصادر. دراسه تقريبا عملتها الاستاذه سناء عبد المنعم ان لم يخن يعني الذاكره، او سناء عبد الرحمن. يلا اكتبوا لي كده على الشات تضاعف التشتت داخل الفصول من 2004 ل 2014 في زمن ما قبل كورونا من 1% بقى كام؟ اديني رقم. من 50% بقى 2%، بقى 10%، بقى 10%. تخيلوا 10%، يعني بقى من واحد، من طالب واحد في 100 طالب بقى 10 طلاب في 100 طالب، زيادة رهيبة. فضعفت بقى في التعلم عن بعد، ولسه لحد دلوقتي دراسات ما قالتش، بس احنا عارفين لسبب بسيط، ان انت بعد ما كنت قاعد في المدرسه كده والرقابه والمعلم والوكيل والناس دي كلها، انت بقيت في بيتك اصلا. بالعكس، انت بقيت الوسيله الاساسيه للتشتت، اللي كانوا زمان يقول لك ايه، ممنوع اصطحاب الجوال للمدرسه، ممنوع اصطحاب التليفون للمدرسه، بقيت تتعلم على التليفون اصلا. بقت السيطره عليك ضعيفه جدا، انت ممكن بسهوله تعمل ميوت للقاعه التدريسيه، وفي غياب الاب والام اللي مش هيقدروا يقعدوا معاك طول النهار لان عندهم اولاد تانية ومشاغل والتزامات، ممكن يسيبوك. فبقى الموضوع جدا خطير. طيب، هل التشتت، كتشتت، هل بيكون على الطالب بس؟ يعني الطالب ده هو المحور التشتت، ولا ممكن تكون في وسائل تانية؟ نرجع لمثال المصلي، هل المصلي احمد هو اللي يتحمل عبء التشتت، يتحمل عبء عدم الخشوع في الصلاة؟ التشتت اصلا مش على الطالب بس، التشتت في الحياه كلها. انا وانت والدكتور محمد والاستاذ فهد، كلنا معرضين لكم خرافي من التشتت الذهني. هنركز النهارده في السيشن دي على الموقف التعليم، تشتت الطالب وتشتت المعلم، هما دول يهموني النهارده. انما احنا كلنا في حرب مع المشتتات. اللي هينجح فيها هيوصل بقى للدرجه اللي كان الدكتور محمد بيتكلم عليها دي. انت ازاي بتقدم كل يوم محاضره؟ انت ازاي بتالف كتب؟ انت ازاي بتكتب مقالات؟ انت ازاي بتشتغل 8 ساعات؟ انت ازاي بتعمل الحاجات دي كلها في يوم؟ لانك لم تقع فريسه للمشتتات. المشتتات دي يا جماعه عامله بالظبط زي الوجبات السريعه. لذيذه، جميله، ولكنها عديمه الفائده. يعني خدوا مثلا مثال، بحكم ان اغلبكم من مصر، مثال زي متحرش المعاد اللي من يومين ده، تابعتوه والتفاصيل والفيديوهات، كمان سنه بالظبط، سنه بالظبط، سنه. تعال هقول لك، فاكر متحرش المعاد؟ تقول لي لا ولا فاكر اي حاجه. مين اصلا المعاد؟ مشتتات. انا كابراهيم يهمني اعرف العنوان بتاع الموضوع، عرفت العنوان وعرفت القصه خلاص، عشان لو ابني سالني، لو زوجتي سالتني، لو اتعرضت زي الفل. انما الاغراق بقى في التفاصيل لن يفيدك باي شيء، بالعكس ده هيخليك اصلا تكره المجتمع. فاحذروا يا جماعه من المشتتات دي لانها خطيره جدا. عصر المشتتات، عارفين مين ده؟ الراجل ده من اكثر الناس الملهمين في العشر سنين اللي فاتوا. يلا مين يقول لي مين هو؟ انا يعني بصراحه الراجل ده كان من اكثر الناس اللي اثروا فيا انا شخصيا يعني. يلا مين يعرفه؟ يقول لي كده يا جماعه. حد يعرف الراجل الملهم ده؟ ألف كتاب من أقوى الكتب اللي اتألفت في الموضوع ده، من الكتب الملهمة جدا. الراجل ده استطاع وهو عنده 32 سنة يعمل 3 دكتوراه. تخيلوا، تخيلوا واحد عنده 32 سنة وعمل 3 رسائل دكتوراه. أنا مستنيك تقول لي اسمه إيه. يلا اللي يعرف اسمه هسقف له. أوكي، ألف تقريبا 5 كتب، محاضر في علم الكمبيوتر في جامعة أمريكية شهيرة، ألف كتاب ملهم جدا في موضوع التشتت. وقال باختصار، قال يا جماعه، يلا مين عارفه؟ انا ما عنديش السوشيال ميديا، انا دكتور في البرمجه ما عنديش السوشيال ميديا ولا اعترف بالسوشيال ميديا،
وكل الوسائل المشتتة دي لا أتبعها إطلاقا. مين هو؟ طب اللي مش عارف يقول مش عارف. يلا، أنا قلت اسمه من شوية على فكرة. يلا، اللي مش عارف، أنا بحب اللي يقول مش عارف. كالنيبورت مؤلف كتاب من أقوى الكتب الملهمة، إن شاء الله فكروني أرفع لكم الرابط بتاعه بالعربي والملخصات بالإنجليزي، هتلاقوا على اليوتيوب ناس كتير شارحين الكتاب ده. من أقوى الكتب الملهمة اللي هتعرفك إن أنت مضحوك عليك، إن أنت غرقان في المشتتات اللي ملهاش أي 60 لازمة. اقروا الكتاب ده، يعني كتاب صادم جدا، كتاب ملهم جدا، هيعرفك إن أنت لازم تعمل حد للأوقات اللي تستخدم فيها السوشيال ميديا، للأوقات اللي تشتغل فيها، وإن كل واحد فيه ليه يوميا ساعتين للتركيز لازم تعرفهم ولازم تفوكس عليهم ويكونوا للشغل العميق. يعني هو بيتكلم بالظبط على الشغل العميق، ازاي ما تضيعش يومك في عمل تافه. يعني انا مثلا الوقت العميق بتاع الفجر، ساعتين الفجر، ما تقومش بقى انت ساعتين الفجر دول تبعت ايميلات تقليديه، تتفرج على مقطع فيديو، طب انت ضيعت وقت الثروه بتاعتك. كتاب ملهم جدا، ويعني ان شاء الله يمكن لو انتوا حابين نعرضه كده، لان في الترجمات العربيه كتير بصراحه اغفلت منه مقاطع كتيره وركزت على مقاطع، فياريت نعمل فيه سيشن او نوضحه، او هتلاقوا برضو على الانترنت في النسخه العربي والانجليزي، يعني ترجمه واضحه، وان كانت النسخه الانجليزي العربي شويه ترجمتها يعني غير جيده. طيب ندخل بقى على انماط الشرود الذهني او المشتتات. بتكون داخليه، زي ما كان احمد عنده مشتتات خاصه مباراه كره القدم، زي ما انا وانت دلوقتي معايا في السيشن عندك كده حاجه جواك قالت لك طب ما انا ادخل على اليوتيوب اشوف الترند بتاع النهارده. كل دي حاجه داخليه عندك. اللي عنده اي سؤال يكتبه على الشات، انا متابع الشات. والحاجه دي بتظل مؤثره فيك كل ما انت كنت مدمن الميديا. الميديا دي عامله زي، معلش، زي الوحل، كل ما تغرق فيه مش هتخلص، كل يوم يخترعوا موقع جديد. شفت انت كلاب هاوس، كل يوم بتزيد اصلا ما بتنقص، وكل يوم انت مشتت ما بين اكتر من موقع. فهنا التشتت الداخلي، حاجة بتقول لك يلا نفتح نشوف حاجة أكتر متعة من السيشن بتاعت ايميرش. أوكي؟ في مشتتات خارجية بقى، زي إيه؟ زي إعلانات التواصل الاجتماعي، كيف تصبح سوبرمان في 4 خطوات، حاجة زي كده. وزي ما اتفقنا وكررنا بصراحة كتير موضوع إن السوشيال ميديا بتتقاتل على إغراق في الشرور، تقاتل بصراحة، وبيكسبوا، واليوتيوبرز بيكسبوا كمان، وأنت الضحية. Okay. أعراض الشرود، طب أنا أعرف إزاي إن أنا شارد؟ خد بالكوا، يعني إحنا عايزين نكمل السيشن دي نحط في اعتبارنا شيء أساسي، الشرود مش عند الطالب بس، عند الطالب وعند المعلم وعند ولي الأمر، عندنا كلنا. Okay. بس إحنا مفوكسين النهاردة على المعلم والمتعلم. كويس؟ ياسر بيقول التواصل الاجتماعي ليه فوائد كتيرة ممتازة، ولكن احنا برضه مش عايزين نرجع لنقطه التواصل الاجتماعي دي. انا كابراهيم مثلا، وسيله التواصل هي اللينكد ان بس، مش متابع ناس كتير، متابع الناس بتوع التخصص بتاعي، محدد فيها وقت، يعني فيها معايير كتير بصراحه يا ياسر، لو ترجع للكتاب نفسه هيوضحها لك اكتر. انا بتكلم على الاغراق، انك عمال تلاحق وتتابع للنهار، انما لو انت محدد معايير ومحدد وسائل ومحدد اسس، يمكن لو قريت ملخص الكتاب احسن، مش موضوعنا بصراحه وسائل التواصل، هتقدر تفهم ازاي هو مفيده ولكن بحد ضئيل جدا، مش باللي احنا عايشين يعني. اوكي، اعراض الشرود الذهني، النسيان المستمر، تلاقي نفسك ناسي باستمرار، التشتت البصري، يعني دايما المشتت، عشان برضو حتى لو ابنائنا او اخواننا او انت لو في سيشن، وانا دايما في السيشنات بقول للناس يفتحوا الكاميرات، عشان عن بعد محتاج ان انا يكون في الاي كونتاكت. انا دايما ببص في الناس ببقى عارف مين اللي معايا، مين اللي سرحان، مين اللي عامل كده، مين اللي عامل كده قوي ده، اعرف ان هو فتح موقع تاني وبيتفرج عليه. انما اللي قاعد مركز معاك كده وبيكتب على الشات زي الاستاذ، طبعا استاذنا الحسين احمد، اهلا وسهلا، تعرف ان هو متابع اصلا معاك. ضعف التحصيل الدراسي، طبعا الاي ليرنينج التعليم عن بعد يا جماعه عمل جاب ضخم جدا ما بين الطلاب، يعني فارق ما بين التعلم المباشر والتعلم عن بعد، اصلا هو من غير تشتت عمل فجوه كبيره جدا، فجوه كبيره جدا، مشاكل بقى في التحصيل، مشاكل في المتابعه، مشاكل ازاي هختبر الطلاب، مشاكل في السيرفرات، مشاكل في الصوت،
يعني مش ناقصه اصلا، فالتشتت كمان هيضعف في التحصيل الدراسي. اوكي، تكرر اخطاء، ان انا بساله سؤال ويرجع تاني يقول لي عليه. انا احيانا عندنا في الشركه ناس بيبقى حاضر معاك الاجتماع زي الفل، وبعد الاجتماع يقول لك هو انا هعمل ايه في كذا؟ طب ما احنا شرحنا يا عم. اوكي، التقاعس في اداء الواجبات، انه بينسى الواجب اصلا. يعني حتى كموظفين حطوا يا جماعه في اعتباركم المعيار ده مهم جدا، الشرود مش بس طالب، كلنا بنشرد. حط في اعتبارك الموضوع ده، فقص نفس الحاجات دي على نفسك في المسجد، على نفسك في الشغل. ففي الشغل بتلاقي عندك تاسكات كتيره، ولكن لان انت قعدت ساعتين ثلاثه خمسه سبعه والنت ده على طول ايه عامل ابص بصه، يعني ابص بصه مش هترجع تاني صدقني. فيديو هيقودك لفيديو. يعني كالنيبورت في كتابه توقعه كده بيقول لك، الكتاب تقريبا كان في 2013 اي ثينك او 2012، وقتها من 10 سنين ضرب مثال يعني موحي جدا. قال لك توقع اليوتيوب كموقع واحد بيترفع عليه يوميا، اليوتيوب بس من 10 سنين بيترفع عليه يوميا كام دقيقه فيديو؟ اكتبوا لي في الشات. توقع من 10 سنين اليوتيوب يوميا بيترفع عليه عالميا كام دقيقه فيديو؟ توقعوا كده اكتبوا لي. اللي هيقول لي التوقع الاقرب للصحه هسقف واعمل له كوبايه شاي. خمسة مليون دقيقة وجدان، شاطرة يا وجدان. دكتور إسلام عمارة 200 ساعة، محمد الحمحمي اللي كان اسمه صح، نص مليون، رقم كبير. لا اديني رقم يا جماعة. من 10 سنين وقت تأليف الكتاب ده النسخة الأولى، اليوتيوب كان يوميا بيترفع عليه 50 سنة، 50 سنة يومية. أعتقد إن أنا تابعت الإحصائية يمكن من سنتين كده وكانت وصلت 70 أو 80 سنة، سنة يومية. يعني أنت لو عشت عمرك كله مش هتقدر تشوف يوم. وراجعوا الإحصائيات دي، يمكن أحطها لكم في الديسكريبشن يعني إن شاء الله، أو مع الدكتور محمد. كتير لاح أصلا. طيب، تكرار الأسئلة غير ذات الصلة بالدرس، يعني دايما تلاقيه بيسألك في حاجة مش في الدرس أصلا لأنه مش مركز. أوكي؟ صعوبة الفهم، معلش يا دكتور محمد ذكرني بس أرفع لكم المصادر دي لأن يمكن ما حطيتهاش في البرزنتيشن، أحدث لكم البرزنتيشن. طيب. طيب، في بقى شوية أعراض بتبان من الشكل، بيبان من الشكل نفسه. العبث بالأشياء، لغة الجسد السلبية، مش بس الطالب، تلاقي المعلم قاعد كده وعمال يشرح كده. كل دي دلائل على انك مشتت، مش معانا اصلا. اوكي، طيب نكمل ان شاء الله. اضرار الشرود، كرهتكم في الشرود صح؟ الشرود طبعا اضراره عميقه جدا علينا كلنا، هدر اصلا المجهود العلمي. يعني تخيل ان انت النهارده دكتور محمد واداره ايمرج عملوا لنا القاعه ودافعين فلوس في القاعه وابراهيم يجي يحضر، وابراهيم تعبان من يوم الخميس مش قادر يتكلم، واخد شروت مسكنات وقاعة وبرزنتيشن، وانت فاتح اليوتيوب عمال تتفرج عليه، همك الشهادة صح؟ اهدار ضخم جدا. لو حد سألك بعد السيشن هو يعني ايه شروط، تقول ما اعرفش يعني ايه شروط اصلا، انا يمين ان انا حضرت. اهدار خرافي يتسبب في ضعف التحصيل العلمي. هيتفرج بقى عندنا الدكتور والمهندس والجاب الرهيبة دي بصراحة. ضعف التركيز اثناء الشرح، مهم جدا ان انت اصلا مش هتعرف الشرح بيتكلم عن ايه. من اهم برضو اضراره النقطه دي، ان الاولاد بيبداوا يسخروا من الطفل الشارد، خاصه لو المعلم مش عارف يتعامل معاه. شكرا يا امام. اكتبوا لي يا جماعه على الشات، انا متبشر. دايما يطلقوا عليه مصطلحات كده بقى، سرحانه فندي مش عارف ايه، فالولد نفسه يبقى عنده حاله من التنمر فظيعه، فيكره نفسه وهو ممكن ما يكونش هو المسؤول. ممكن زي احمد لما راح، لو كان شيخ المسجد بيصلي بخشوع كان ممكن يخشع صح؟ انعدام الثقه بنفسه. انا بمناسبه احمد هحكي لكم قصه ان شاء الله بس الوقت يقضي معانا. يعني انا من كام سنه كده كنت في الرياض، وبعدين داخل المسجد وبقى في حاله شروط بقى لا محدش يعلمها الا ربنا، فلقيت المسجد طفى النور، طفى النور فجاه، انا الله اكبر النور طفى. اوكي، والشيخ بقى سبحان الله قعد يتلو تلاوات موقنة عن ما
بقى الآخرة والقيامة ومش عارف إيه. والله العظيم يا جماعة إحنا كلنا قعدنا نبكي، النور مطفي وصوت غاشع. أنا على فكرة بعد ما خلص اكتشفنا إن الموقف أصلا مدبر، لأن هو جه في الركعة الأخيرة نوروا النور وبعدين بدأ يخطب كمان خطبة زي كده. بس الناس وصلت لمرحلة من التركيز رهيبة جدا. فعشان كده بقول لكم، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المثال ده، المعلم على دور كبير جدا في الشروط الذهن. ممكن المعلم الشاطر يجذب انتباهك، المدرب الشاطر ممكن يخليك مصحصح بالامثله بقى، بالقصص، بالحواديت، بالبادي لانجويج، باي حاجه. والمعلم الضعيف اللي مش مقتنع اصلا باللي بيقوله، زي شيخ القران اللي مش ما بيطلوش بشكل كويس، صدقني هيساعدك كتير جدا انك تبحر في الشروط. اوكي، فدي نقطه مهمه جدا طبعا. دي الموضوع ده، عشان كده استراتيجيات مهمه. زي ان شاء الله برضو نعمل موضوع عن الاستراتيجيات ديت. في استراتيجيات كتيره جدا ممكن نستخدمها في حياتنا، مش شرط في القاعه الدراسيه، اصلا الحياه كلها تعلم. في المسجد، في السوق، في السيارات، في البنزينه، في كل حاجه زي دي كده ممكن نستخدم استراتيجيات تدريبيه او تعليميه مفيده. وان شاء الله نديكم سيشن عن الموضوع ده برضو ان شاء الله. ان شاء الله انعدام الثقة الطالب بنفسه، طبعا المتنمر، المتنمر ده اصلا هيكره نفسه. هيكون في صعوبة على المعلم انه يوصل له المحتوى العلمي، لانه هو اصلا الولد سرح في الملكوت مش معاه خالص. والخطورة بقى كلها ان الولد يوصل لمرحلة من الانعزال التام. مرحلة الانعزال التام دي يا جماعة ممكن تدخله بقى في قصة الحوت الازرق، ومش عارف دلوقتي نازل حاجة نسيت اسمها برضو بسبب الانتحار. الولد هيكون يعني مغرق في الشرود لدرجه ان هو ممكن يقدم على التنازل عن حياته نفسها. فانتبهوا للموضوع ده، لانه فعلا ممكن الانعزال الشديد، الوشاح الازرق برضه، الموضوع النازل الجديد ده، كل دي حاجات بتؤدي يعني الانتحار كمان، تخيلوا، من الالعاب الحاجات دي كلها. طيب بعد ما سودنا الحياه شويه، عايزين حلول بقى. ان شاء الله في الجزء ده، ان شاء الله في النص ساعه التاليه هنتعرف بقى للحلول. طيب قبل ما نتناقش الحلول، اسالكم كده سؤال صغير. دايما انت كمعلم ما تخليش الكلام عندك انت بس، خلي المشاركات، وشجع المشارك وحمسه، كل ده هيساعد انك تكون مركز معاه. طيب هل انت كإمام بقى، كمحمد، كحسين، كالحسين، هل انت شايف ان الشرود من التعلم المباشر الى التعلم غير عن بعد؟ قلنا ما فيش دراسات لحد دلوقتي بصراحه على حد علمي، بس هي كان في التعلم المباشر زادت خلال 10 سنين من 1 إلى 10%. هل انت شايف ان مع التعلم عن بعد كمان زادت ولا قلت؟ ده في استراتيجيات كويسه، ده التقنيه جميله، الحاجات دي كلها. يلا اكتبوا لي رايكم كده. ان شاء الله احنا بدانا في النصف الساعه الثاني، ده هنناقش فيه ان شاء الله نقطه. ادينا الحل يا عم، لو قلت لنا الحاجات صعبه جدا، ده انا خفت من الشروط، ده انا ممكن الواد ينتحر. ادينا حل، انا عايز اساعده. زادت جدا طبعا الشرود الذهني، زاد جدا مش بس على الطلاب، علينا كلنا. وده بقى معيار مهم جدا، حتى من موظف لموظف. موظف مذاكر، مركز، بيطور امكانياته، ملتزم بالتاسكات، بيأديها بالتزام. وموظف تاني بيبعت الايميل بينسى يحط الاتاتش اصلا. شفتوا الفرق؟ فهي كلها في حياتنا كلنا. طبعا الانتقال من التعلم المباشر لثقافه التعلم عن بعد زادت بشكل كبير قوي، خاصه يعني في بعض الدول، يمكن الدول العربيه كلها عندهم ثقافه فتح الكاميرا دي لا عيب وحرام وهتشوفني وهيشوفني. فالتعلم عن بعد ذات نفسه كثقافه في برضو شويه مصطلحات كتيره بنعاني منها كلنا، الثقافه نفسها. فاهميني؟ في كمان ضعف او انعدام التواصل البصري في ظل بقى الثقافة التي يعني تكرس من أجل أن فتح الكاميرا عيب وحرام، يعني ده غير صحيح. طالما الإنسان فتح الكاميرا ولابس ملابسه الطبيعية اللي بيخرج بيها في الشارع وملتزم بالحجاب، مفيش أي مانع أنه يفتح الكاميرا. لأن أنا كمعلم مش هقدر أشوف عينك عشان أشوف استيعابك إلا بالكاميرا والصوت. أنا برضو بستغرب كتير من قفل الصوت على الطلاب، هو أصلا الطبيعي أنه يجلس في أوضة مغلقة ويفتح الكاميرا ويفتح الصوت. والله عندك وش، يبقى انت اصلا مش في بيئه تعليميه، سواء معلم او طالب. بصراحه عدم استخدام استراتيجيات محفزه زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، امثله، قصص، الحاجات دي كلها بنشوفها حتى في صلاه الجمعه،
لو في شيخ كده عمال يقول لك، يعني انتوا مثلا شوفوا يعني من الخطباء حتى اللي من العصر اللي قبل كده، كان في خطباء بيخليك بتسمع الخطبه بشغف جدا ومصحصح، وفي خطباء تانيين ممكن تنام تلاقي الناس بتنام في صلاه الجمعه. نفس المقياس بالظبط، ممكن واحد يحكي لك نكته، نفس النكته، ولكن واحد يحكيها لك تبقى مبسوط جدا وبينوع في نبرات صوته وتاثيرات، واحد بيحكي لك نفس النكته دي ولكن تقول له يا اخي انت كرهتني في النكته. نفس الحياه كلها كده، استخدم استراتيجيات محفزه هتلاقي الناس مقبلين عليك. تقليديه يبقى الناس هتموت منك. الصوت الواحد، ان انت تتكلم لوحدك في القاعه، الصوت الواحد ده في علم التدريب اللي هو المونو، الناس اصلا هتنام منك. لو انت مضطر زي الموقف بتاعنا النهارده انك ما تفتحش الصوت، نوع في طبقات صوتك، نوع في الاحداث، نوع في الحاجات دي كلها، هتاثر تاثير كبير، ولكن يغلب على التعلم عن بعد الصوت الواحد. ارتباط الاجهزه الالكترونيه باللعب والترفيه، الولد اصلا مش مقتنع ان الكمبيوتر ده معمول عشان تدخل على السيشن. هو مقتنع ان الكمبيوتر ده معمول او التليفون او التابلت عشان العب. فده بيزيد الشروط جدا، خاصه لو هو بقى عنده نوتيفيكيشن او اشعارات بتجي له وقت الدرس، يعني جدا بيكون موقف الطلاب صعب، محتاج متابعه من الاسره، ونتكلم عن موضوع الاسره حالا. ضعف الرقابه الاسريه وده شيء خطير جدا، وبصراحه احنا بنشكر الامهات وايضا الاباء، بس الامهات علشان عشان عيد الام جاي يعني ان شاء الله. فعلا والله دورهم كبير جدا في العمليه دي، لان التعليم بقى في البيت، وده يعني هيبقى كبير جدا على الامهات، الله يعينهم والله لهم مننا كل الشكر، والمعلمين طبعا لهم مننا كل الشكر. الكم الدراسي الكبير، التعلم عن بعد خد بالك يعني قطع اشواط كتير قوي من انك هتركب الباص وتروح المدرسه وتدخل القاعه وترتب الفصل ويضرب الجرس وتخرج على طول، متلاحق شويه، فكميه التعلم فيه اضخم بكتير. زي كده التاسكات اللي بقت علينا لما بقينا موظفين في البيت. انا كنت في الشركه بقعد ساعه بفطر وساعتين بكلم زميلي وثلاث ساعات اصلي، فتلاقي اليوم خلص، انما دلوقتي انت عندك 8 ساعات قاعد في البيت، وساعه اروح وساعه ارجع بالعربيه، فيعني كان كل سنه وانت طيب. فبقى في كم ضغط فعلا في التعلم عن بعد او في الدراسه عن بعد حتى. اوكي طيب، لسه الدنيا يعني بدات تسود، هنبدا بقى نفتحها هنا النهارده. يلا في النص ساعه دي ان شاء الله، ان شاء الله تكونوا مستمتعين كده ومتابعين معانا وكده وبعيدين عن التشتت، هو يكون باب النجار مخلع. هنناقش بقى الحلول. اوكي طبعا الكورس بالتفصيل هيكون على منصه رواق ان شاء الله، اتشرف بتقديمه اعتبار من يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، انما النهارده بس نديكم ايه الخلاصه. اول حاجه اللي تعرضنا لها من شويه، في ثلاث انماط من الحلول. في حلول على مستوى البيت والاسره، الطالب والاسره، هو جوه بيته اصلا لازم يكون مسيطرين على الشروط. وفي حلول عند المعلم شيخ المسجد، عنده حلول. وفي حلول على المنصه نفسها التعليميه، البلاتفورم نفسها. وندخل بقى يمكن في مع ايمرج، يعني لم تكن الذاكره، قدمنا بعد قبل كده كورس الفيس ريكوجنيشن اللي هو التحقق بالوجه، وقلنا ان في تقنيات في التعلم العميق بتساعدنا على الموضوع ده، هنتكلم فيها ان شاء الله، نعرف حتى ايه التقنيات اللي موجوده في الاي ليرنينج اللي بتساعد على التحكم في الشرود الذهني ان شاء الله. نبدا. التحفز الداخلي للتعلم ضعيف، غير كده يا امال او امل صححيني بس اسمك الحقيقي. الطلاب نفسهم حالتهم النفسيه صعبه جدا، يعني كل اولادنا بسبب الظروف اللي احنا فيها دي، انا بحمد ربنا ان انا ما كنتش طفل في السنين دي. انا كنت من كام سنه بتمنى اكون طفل في السنين دي، علشان السوشيال ميديا بقى وكان يقعدوا اولادي يضحكوا عليا، يقول يا بابا انت كنت زمان بتلعب ايه؟ بلعب بلي يا ابني. يقعد يضحك عليا يعني ايه بلي يا بابا مش عارف ايه. دلوقتي انا مبسوط ان انا مش طفل في الوقت ده، لانه اصلا محبوس في البيت. فعلا في ضغوط نفسيه يا جماعه. امل اهلا ازيك يا امل. في ضغوط نفسيه عليهم عاليه جدا، عشان كده انا قلت لكم في مثال احمد، اوعوا تفتكروا ان احمد الطالب هو المسؤول بس. كلنا مسؤولين بصراحه. عشان كده قلت لكم، ويمكن اللي جم متاخرين، اللي يقدر يكرر المحاضره دي وياخد الماتيريال من دكتور محمد او مني ويعيدها تاني على مجتمعه بقى، جمعيه خيريه مش عارف ايه، صدقني هيكون يعني فيها اثر كبير جدا للانسانيه. بنتكلم عن كونسبت اصلا ثقافي. طيب نبدا بحلول الاسره. هم يا سيدي في وجهه نظري المتواضعه هم الست حلول دول. ماشي؟ هنناقشهم واحدة واحدة كده بشكل سريع جدا، والتفاصيل إن شاء الله على الرواق هعرضها بقى، كل حاجة كده هيكون لها تفاصيل يعني، بس النهاردة إن شاء الله هنعرضها باختصار. طيب أول حاجة، مشكلات في حواس السمع والإبصار. أنت أصلا ممكن يكون الطالب ده عنده مشكلة في السمع والإبصار. ممكن المشكلة تكون عنده
فيزيائيه جسديه، وانت مش عارف، انت انت كولي امر او انت كمعلم او اداره مدرسه، فانت لازم تتاكد ان حاله الشرود الذهني دي هي اصلا مش مرتبطه بمرض. خدوا بالكم ان في مرض اسمه فرط الحركه، ماشي؟ فرط الحركه والتشتت ده مرض بيبدا تقريبا من 3 سنين وبيستمر ممكن ل 12 سنه، بيكون الطالب فيه مريض اصلا، يعني بيحتاج رعايه كمان طبيه. ممكن يكون عنده مشكله في السمع، ممكن يكون عنده بصر، ايا ما كان. اول حاجه الولد لو حسينا ان هو مشتت ذهنيا بدرجه كبيره لازم نستعين بمسؤول نفسي او طبي يعالج المشكله دي. اوكي؟ ده شيء في غايه الاهميه. تقدروا بقى ترجعوا فيه للجانب النفسي اللي انا مش متخصص فيه. تاني حاجة التغذية الصحية. لو انتوا تلاحظوا حاجة مهمة جدا يا جماعة، هكبر لكم الشاشة الجاية دي. في عناصر من الحديد، من الزنك، من الحاجات دي كلها، الخضروات، كل دي تؤدي إلى زيادة التركيز. أنا بحزن جدا جدا لما تلاقي واحد أو واحدة واخدة ابنها أو بنتها على الامتحان وجايبة له أكلات مدمرة للتركيز. هو في أكلات مدمرة للتركيز؟ أي أكلة أو شرب عليه ألوان صناعية هتلاقوا في التحذير ده. عالمياً عالمياً لازم يكون في التحذير ده. هو للأسف الشديد في بعض الدول شالت التحذير ده لأي سبب من الأسباب بقى. ولكن ده شيء عالمي. لو أنت كبرت كده خلينا أبصوا هتلاقي هنا بيقول لك تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال. اللي هي بقى المواد E125 وE102 شيء علمي لا يقبل الجدال. في بقى ضغوط اقتصادية، في ضغوط مش عارف إيه، ماليش فيه. أي أكل عليه ألوان صناعية له تأثير سلبي على التغذية. فاحذروا يا جماعة الله يخليكم الموضوع ده، إنه موضوع جدا يعني صعب. وزي ما قلت لكم في بعض الدول ما بتكتبهوش، او بعض الدول حتى كانت بتكتبهم فتره وشالته، ولكن لازم انتوا توعوا للموضوع ده. اوكي؟ في بعض الدول لسه لحد دلوقتي يعني محتفظه بيه، بس انا استغربت ان في دول شالت التحذير ده، مع ان الموضوع ده اثره كبير جدا، بغض النظر عن اسماء المنتجات يعني، اللي هم مننا كل احترام. طيب، الشيء الثالث، خد بالك انا فين دلوقتي؟ انا في البيت. انا كابراهيم ما ينفعش اكل ابني الاكلات دي. انا كابراهيم لازم اكله اكلات صحيه. تمام؟ احنا في البيت. النوم الكافي، سبحان الله، من جعل ايه؟ النهار معاشا والليل سباتا. التعليم عن بعد اصلا بدا يلعب لنا في الخانه دي. لان بعض الحصص بدات مسائيه، بعض الحصص بدات الصباحيه، ما كانش الدوام للصبح للطلاب بدري قوي، فبداوا الطلاب تفلت منهم الصحيان بدري، الحاجات دي كلها. انما الفطره، النوم الكافي، عدم السهر بالليل هيقوي مناعتك وهيسبب لك تركيز عالي. ماشي يا جماعه؟ انا لسه في البيت. ممارسه الرياضه، ممارسه الرياضه داخل المنزل، يا ريت حتى المدرسين نفسهم، مدرسين التربيه الرياضيه، يعملوا كمان حصص عن الرياضه. مش اي مانع. او انت كاب جمع اسرتك ومارسوا الرياضه، مهمه جدا الرياضه. كويس؟ واتمنى حتى برضو دراسات تطلع، برضو ما اعتقدش في دراسات طلعت عن التاثير المدني للتعلم عن بعد، هل الطلاب زاد وزنهم ولا لا؟ مجال النهارده يا جماعه مليان دراسات بصراحه وابحاث، يعني ان شاء الله يكون في حد متخصص فيكم كده ياخد الفلدات دي، فيها شغل عالي جدا. اوكي؟ لو عندكم اي سؤال اكتبوه. البيئه، يعني ايه بيئه التعلم؟ في بعض الناس بيقعد على السرير لابس هدوم النوم، مش مجهز الكراريس، مش عارف ايه، فتح كمبيوتر صغير. البيئه بتاعت الفصل، الجلسه المناسبه اللي انا كتبتها لكم هنا، ازاي المناسب؟ يعني ايه ازاي المناسب؟ انا عن نفسي كابراهيم، انا عن نفسي كابراهيم بصحى من النوم الصبح بلبس هدوم كلاسير، وبعد بيخلص دوامي 5:30 بقلع هدوم كلاسير. ناس بقى تضحك عليا، ناس تقلس عليا، ناس تقول لي لا انت مبالغ، انا كده دخلت في المود. وعندي اوضه بقفل على نفسي في الاوضه دي واشتغل الثمان ساعات بتوعي. بلبس حتى كاب كلاسير، ده مش كاب كلاسير.
دخلت في الجو. الامانه العلميه اصلا تقتضي انك تعمل كده، سيبك انت من حد متابعك ولا لا، في البيت محدش هيتابعك. الامانه العلميه تقتضي انك تعمل كده. بالامانه العلميه تقتضي ان انا مع ابني اعمل له كده. زي مناسب، جلسه صحيه مناسبه، اضاءه، هدوء، ادوات الحصه، ميثاق التعلم. لازم المدرسه توزع على الطلاب، على ولي الامر ميثاق التعلم. مين فاكر ميثاق التعلم اللي انا قلته لكم في اول الحصه؟ يلا الساعه 5 او الساعه 6 بقى بتوقيت 4 بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعوديه. في الاول خالص قلت لكم كده ميثاق، شروط بيني وبينكم. مين فاكر الميثاق ده؟ يقول لي اي بند. يلا قولوا لي كده اي بند لكي يطمئن قلبي. كان حاضر معانا في الاول عدد يعني قليل شويه، بس قولوا لي اي بند كده. ممتاز، كمبيوتر مجهز، وجدان مصحصح، احسنت يا وجدان. كمبيوتر، ورقه وقلم، جوالك على الصامت، نت سريع، كويس جدا. ايه وجدان بس اللي مصحصح؟ مين تاني مصحصح؟ سماع ابراهيم، ما شاء الله. يلا مين تاني غيركم؟ ده معنى الكلام ده امل. معنى الكلام ده ان وجدان وابراهيم وامل كانوا اكتر ناس قاوموا التشتت الذهني. على فكره فين الناس التانية؟ يقدر المعلم بسهوله على فكره يعرف مين اللي كان مشتت ومين اللي ده حضر متاخر ومين اللي ما كانش مركز. يلا وجدان وابراهيم وامل حضروا في الموعد، كانوا مركزين، احسنت. الباقيين ان شاء الله اللي حضروا حتى متاخر، التسجيل التدريب هيكون موجود عندكم، ودي من مزايا التعليم عن بعد ان التسجيل نفسه بتقدر ترجع له فعلا. ممتاز. اخر حاجه من حلول البيت والاسره تحديد اوقات الالعاب. اسف، ان لازم يكون في اوقات محدده جدا للالعاب، وما تتركش بمجال مفتوح تترك 30 ساعه 30، تخيل 30 ساعه يوميا، 30 دقيقه يوميا او كمكافاه على عمل واو يعني. تمام. خلصنا كده. مستويات قياس الشروط بقى، يمكن احنا تعرضنا لها في السيشن بتاعه الفيس ريكوجنيشن بالتفصيل، ورجعوا للتسجيل لو سمحتوا. ان احنا ككلاسيرا، يمكن كال ام اس يعني الشركه اللي انا افخر ان انا بشتغل فيها، عملنا مستويات عاليه جدا من مؤشر انتباه الطلاب. هي بتعتمد التقنيه دي على ان طالما الولد عينه مركزه معاك كده والفيس بتاعته الجوانب الاساسيه كده مركزه على الكاميرا وموضوع في الفصل، معناته ان الطالب مركز. لو الولد بقى عينه شارده كده بيبدا العداد ينقص. ارجعوا للمحاضره، اعتقد هتكون كامله على قناه الايمرج، هتلاقوا ان شرحتها لكم بالتفصيل ازاي احنا ككلاسيرا حتى بنقيسها. وفي كذا استراتيجيه في العالم بتشتغل على نفس الفكره دي، استراتيجيات كتيره بصراحه تشتغل على ان على الفيس ريكوجنيشن يعني. اوكي، ففي طبعا كانظمه ال ام اس دراسه للموضوع ده. هنتنقل بعد كده لحلول الطالب والمنصه. خلصنا الطالب والاسره. ممكن تبعتوا اللينك يا استاذ دكتور محمد للاستاذه شيماء او للجميع. طيب الطالب والمنصه، اتقان خدمات المنصه، فتح الكاميرا والصوت والسلبيات. بعد ما خلصنا جزء الطالب والاسره، وقبل ما ندخل على جزء المعلم، هناخد المنصه نفسها، البلاتفورم نفسها. المنصه دي هل المفروض يبقى فيها حاجات مخصصه للموضوع ده؟ بجانب الطالب والمنصه، لازم ضروري جدا ان الولد ده نفسه مهما كان بقى سنه لازم يكون مدرب على خيارات الفصل الذكي. السيشن اللي احنا فيها دلوقتي جايز انا بسال سؤال وانتم مش عارفين تكتبوا الشات فين، صح؟ جايز بقول لك افتح الكاميرا وانت مش عارف تفتح الكاميرا فين، جايز مش عارف تدخل على السيشن، جايز مش عارف تدخل اليوزر نيم والباسورد الى اخره. فاول حاجه لازم نتاكد من الطلاب، وخدوا بالكم الطلاب من كيجي بيدخلوا دلوقتي على تعلم عن بعد، فاهمني؟ فلازم الطالب يتقن الخدمات دي كلها، والا هيشرد وحجته انا ما اعرفش بكتب على الشات منين، ما اعرفش حرف الالف فين. فدي اول حاجه تساعدنا في القضاء على الشروط، تدريب الطالب بقوه على الخدمات الفصل الذكي. موضوع الكاميرات يعني من اهم الحاجات اللي اتكلمنا فيها للمعلم وللطالب، وانا بستغرب ليه الطلاب ما بيفتحوش، بستغرب اكثر ليه المعلمين ما بيفتحوش الكاميرا بصراحه يعني.
فتح الكاميرا هيساعدني ان انا اقوم بعمل استراتيجيات كتيره جدا، والعاب باليد واستخدام للبادي لانجويج وحركه اليد ومتابعه، هتساعدني جدا في ظل الازمه اللي احنا فيها ان انا اجتذب انتباه الطالب. اوكي. تالت حاجه التقنيات المناسبه. احنا ان شاء الله على الرواق هنشرح بقى الحاجات دي بالتفصيل. اول حاجه بالنسبه للتقنيات المناسبه، نفس اللي احنا قلناه من شويه، النت لازم ما يقلش عن 5 او 8 ميجا، لان انقطاع البث دايما والصوت وبطء الصوت والمعلم خرج والمعلم رجع والمعلم صوته بيقطع، هتلاقي ان التشتت زاد اصلا. ماشي. وفي موقع طبعا اسمه فاست بيقيس لك السرعه دي، fast.com، موقع مجاني. البرمجيات الامنه، في برامج اساسيه لازم تكون بصراحه عند كل جهاز بصراحه، الاد جارد والاد بلوك. فايدتهم ايه دول؟ بيمنعوا الاعلانات. الاعلانات على المواقع الاساسيه زي يوتيوب زي فيسبوك من اقوى الحاجات السلبيه اللي بتشتتنا. فمنع الاعلانات بالمواقع دي، وهتلاقوا ان شاء الله على اليوتيوب، على اليوتيوب شروحات كتيره جدا للمواقع اللي شرحها بالتفصيل، او في الكورس التفصيل هنشرحها. بتساعدك ان انت تقفل الاعلانات، الاعلانات احيانا بتكون فيها حاجات غير ملائمه لبيئتنا، غير ملائمه لثقافتنا، حاجات مضيعه للوقت الى اخره. فالبرمجيات الامنه دي ضروري جدا تكون على كل تليفون وعلى كل كمبيوتر لينا كلنا. هتساعدك كتير جدا ان انت تتخلص من العيوب المحرجه يعني، او مواقف محرجه او اشياء يعني لا داعي لها. لان هي الشركات دي بتكسب من الاعلانات، خد بالك. جهاز مناسب. الاجهزه الصغيره دي دايما بتسبب لبخه عند الطالب، ويعني تاثير كبير قوي على نظره، فحاول يكون الجهاز مناسب. انا مبسوط ان مدارس كتيره بدات تعمل ميثاق للحاجات دي. يعني في مدارس كتيره بدات تعمل ميثاق للحاجات دي، وده شيء كويس جدا. ويمكن احط لكم حتى بعض الامثله، شكرا، في الروابط اللي بعد. طيب هناخد الجانب الثالث. خلصنا الاسره، خلصنا المنصه. الجانب الثالث بيئه التعلم. المعلم نفسه يعمل ايه؟ المعلم اول حاجه اللي انا عملتها لكم في اول الجلسه، ميثاق، ورقتك، قلمك، كمبيوترك على الصامت، الخ الخ الخ، اتفاق. المدرسه بقى تعمله وتوجهه لاولياء الامور، المعلم ياكد عليه في الحصه. الميثاق ده مهم جدا علشان تتابعوه. انا عجبني ميثاق بصراحه جامعه النجاح، ان شاء الله احط لكم برضو الرابط في على الكورس. بصراحه عاملين ميثاق لبيئه التعلم جامعه النجاح طبعا في فلسطين العزيزه، رائع جدا. يا ريت نستعين بيه حتى وناخد منه الافكار، وهو مفتوح طبعا. ميثاق جميل جدا، بيعرفك دور الطالب ودور المعلم ودور الاسره والحاجات دي، جدا جميل. ان شاء الله احط لكم الرابط ده. التحفيز الالكتروني والمباشر. لما امل جاوبت بشكل صحيح سقفت لها، لما فلان جاوب بشكل صحيح عملت له برافو. التحفيز الالكتروني ده مهم جدا علشان الطالب نفسه يحس ان اللي بيجاوب كويس بنكرمه وبنحفزه. فالمعلم لو اشتغل على موضوع التحفيز الالكتروني ده شيء جميل جدا. كويس. الكترونيا هناك الكثير من المواقع اللي ممكن تديك بادجات، تعمل للطلاب نجوم، تعمل للطلاب موسيقى، فرها كتير جدا. فانت ممكن جوه الجلسه المباشره بالكلام التفاعل الاشياء دي. الكترونيا بقى عندك حزمه كثيره جدا من البرامج اللي بتساعدك ان انت تكرم او تحفز الطلاب. حتى المواقع دي نفسها اللي احنا فيها زي تيمز وزي زوم وزي ميت بدات كمان تحط ايموجيهات كده، نجمه، تسقيفه، قلب، حاجات زي كده داخل الموقع كمان، وده شيء جميل جدا يؤدي للتحفيز. حتى هم عملوا من فتره بسيطه فلاتر، ممكن مثلا الطالب الكويس يديله فلتر معين. يعني في افكار بصراحه كتيره، والمواقع دي اتطورت تطور كبير. فتح الكاميرا بكرره كتير لان شايفه هو وسيله مهمه جدا للتقرير الشروط بصراحه. تكافؤ فرص المشاركه. مش معنى ان امل وابراهيم هم اكتر ناس بيشاركوا معايا هنا ان انا اشكر فيهم وامدحهم واديهم الفرصه ويجاوبوا على طول، بالعكس. الناس المتميزين دول حاول تقول له انت ممتازه يا امل، انت شاطر يا ابراهيم، بس ندي فرصه للناس التانيه
وابدا اختار عشوائيه. يعني في استراتيجيه بصراحه، استراتيجيه ما بحبهاش انا خالص، اللي هو بينده يخلي الطلاب يشاركوا ولكن بترتيب الكشف مثلا. طيب انا اسمي ابراهيم وجاوبت اول واحد، انا اسمي امل بعد ابراهيم، خلاص كده بقى انا بقيت الحصه اشرب. ليه؟ ما خلاص الدور عدى عليا. دايما وانت في الحصه مع طلابك ما تختارش الاشطر، ما تختارش الاكثر تفاعلا، ما تختارش بالقائمه، اختار عشوائي. وده يستدعي انك لازم يكون معاك الكشف اصلا. ماشي؟ اللي جاوب صح حط عليه علامه واساله تاني. اللي يسالك اساله تاني ليه؟ انا حر، ممكن اسالك في اي لحظه وعليها درجات بقى وعليها تحفيق اللي انت عايزه، ولكن ما تدخلش في نطاق انا هسيب الفرصه اي واحد يجاوب عشوائي او انا هختار بالقائمه او الحاجات دي. ده اسلوب جدا بيؤدي ان الطلاب يشردوا. اوكي؟ شوف بقى طالب مثلا اسمه ياسر كده سعيد الحظ، عمره ما هيجي عليه الدور. ابراهيم وامل تعساء دايما كده، انا حتى في اختبارات العملي كنت بسال اول واحد واطلع اغشش الطلاب كلهم الاجابات. حظنا كده بقى حرف الالف، فما تغلطش الغلطه دي عشان كل اللي اسمه الف بيعاني من الموضوع ده. صح يا ابراهيم؟ صح يا امل؟ طيب ضبط بيئه التعلم، حاولوا دايما انك ما تخليش في بيئه التعلم ما فيش معايير. لازم في بيئه التعلم بتاعتك تكون معايير. انا ليه بشرح من هنا؟ ما انا هشرحها كمان شويه بالتفصيل، معلش. اوكي يلا نبدا ناخدها واحده واحده. يلا اول حاجة ميثاق، يجب ان يكون في ميثاق للتعلم. ثاني حاجة التحفيز، هنا بقى في الشرح شوية. اوكي نادي على الطلاب باسمائهم، مهم جدا. التحفيز المادي، افكاره بقى كتيرة قوي، الكترونية او يدوية. اوكي التحفيز الالكتروني، العاب الكترونية وحاجات حاجات كتيرة قوي ممكن تستخدموها في التحفيز الالكتروني. اوكي حزمة كتيرة جدا، ان شاء الله نحاول نديكم قائمة منها يعني. الكاميرا طبعا اتكلمنا فيها من شويه. قم بعرض المشاركات بالانتقاء، بلاش ترتيب الاسماء، بلاش برفع اليد، بلاش طلاب يفتحوا كاميرا مباشره اطلاقا، انتقي بشكل عشوائي مدروس. الطالب اللي انت حاسس ان هو ما بيردش عليك اساله، ما بيشاركش في الشات اساله، ده معيار كبير جدا انه ما بيشاركش في الشات انه مشتت. كويس؟ وهنا في نقطة مهمة جدا يمكن عانيناها وطلعت عليها كومنتات كتير قوي. طب افرض طالب سألته وجاوب، هل ده معيار انه ناجح؟ انه بيفهم؟ بالعكس، ممكن يكون فاتح الكتاب كده. ايوه يا استاذ، عاصمة مصر ايه؟ ثانية واحدة يا استاذ، القاهرة يا استاذ، شاطر يا حبيبي. لا، هو ممكن معاه كتاب. ناقش في الأسئلة، ناقش، ناقش الاجابات. طب انت عرفت ازاي انها القاهره؟ طب قبل القاهره كانت بلد ايه؟ طب ايه البلد اللي بعد القاهره؟ حاجات الولد ما يلاقيهاش في نفس الصفحه، حاجات تدل ان هو فاهم. نقطه مهمه جدا موضوع النقاش ده يا جماعه. طيب شيماء بتقول ولكن ظهور الطلاب امام بعض في الكاميرات يشتتهم. ثقافيا هيشتتهم في البدايه على فكره، ولكن يا شيماء لو تخطينا مرحلة الثقافة دي، وأنا مش عايز أخوفكم بس ده الواقع، إن مرحلة التعليم الإلكتروني مستمرة شوية. مستمرة شوية. عارفين أنت يا شيماء الموضوع ده عامل زي إيه؟ موضوع الثقافة ده عامل زي أول ما اخترعوا الدشوش. بالظبط. أول ما بدأت التقنية زي البلوتوث أو حتى الموبايلات. الدشوش حرام. البلوتوث هيسبب أمراض. اللي مش عارف ايه، طب في قنوات خليعه، اولادي كسر التلفزيون. صح؟ صح ولا لا؟ تعالوا النهارده، وموضوع الدشوش ده مثلا كان من 20 25 سنه، كل الشيوخ اللي فتاويهم موثقه على الانترنت ولهم كل الاحترام قالوا ان الدشوش حرام. بعضهم لقنوات، قنوات مش بيطلع، لقناه. فبص يا شيماء، الثقافة كثقافة في الأول بتبقى صعبة. يعني أنا دلوقتي في اجتماعات الشغل مثلا، أنت يا بابا ما بتفتحش الكاميرا ليه؟
اصل انا ببقى عايز اشرب شاي، انا افتح ميه. طب معلش انت لما كنت قاعد في الشركه، معلش وانا وانت قاعدين في الشركه، ما كنتش بتجيب الشاي كده جنبي تشربه؟ ايه العيب انك تشربه قدامي في القاعه الافتراضيه؟ ايه العيب ان انا اخلع الكاب كده او البسه؟ الثقافه يا شيماء منطق، يعني هتقطع علينا مساحه كبيره جدا من الجدال في النقطه دي. هم ليه الاولاد حاسين ان الموضوع غريب؟ يعني مثلا انا ليا ابني اول ما قلنا افتحوا الكاميرات في المدرسه بتاعته وانا مشرف على المدرسه بتاعته، الطلاب خدوا صور بعض وحطوا ايميجيهات بتضحك، حطوا له شعر، حطوا له روج، طبيعي جدا. اي شيء جديد في الثقافه بيكون في الممارسات دي، يستقر في المجتمع عادي جدا. شوفوا مثلا اول زملائنا اللي في السعوديه من 3 سنين اول ما قالوا المراه هتقود السياره، شوفوا انا في بعض الناس اعرفها قعدت في البيت اسبوع ما تنزلش من الشارع، ليه؟ هيخبطونا دول ما بيعرفوش يسوقوا. من 3 سنين تعالوا شوفوا النهارده، طبيعي جدا انك تلاقي اختك بتسوق السياره في الاشاره جنبك، طبيعي جدا جدا. فهو يا شيماء شيء ثقافي 100% 100%. لو الطلاب اتعودوا على الوضع ده، والوضع ده مطول يا جماعه مش بخوفكم، ده الواقع، هيلاقوا الموضوع بسيط جدا وفي ظل الالتزامات والشروط التي تقرها الاعراف يعني. تمام. طيب بيئه التعلم، انت كمان ضروري جدا كمعلم تكون بيئتك مناسبه. شايفين الراجل الكمل ده؟ بنشوف بقى مناظر يا جماعه، مدرس لابس البيجامه، مدرس شعره منحكش، مدرس في ملابس غير مناسبه، مدرس مش متفائل خالص، مدرس تك 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 تك، بيئه تشجع الشرود جدا. انما ترتيب بيئه التعلم، تفاعله لغه الجسد، الملابس المناسبه، والمواقع نفسها بدات تحدث من نفسها، بقت في خلفيات افتراضيه، بقت في بيئه التعلم نفسها من جهه المعلم هتساعد الطالب بشكل كبير جدا، زي ما احمد كده كان مشتت في المسجد بسبب اللمبه اللي عماله تنور. مشتت اصلا. زي المسجد لو في زخارف. مشتت، زي السجاده الملونه، زي لوحه متعلقه على المسجد، كل دي مشتتات. لو حاولنا نسيطر عليها هتبقى الموضوع كويس جدا. رفع تسجيل الحصص، احيانا انا كطالب ببقى مشتت غصب عني. والله عندي اولاد كتير، اسرتي كبيره، عندي ظروف، فالتسجيل طبعا هيساعدك انك تكون موجود، ويعني في الانظمه كلها في قسم لرفع التسجيلات. في بعض الحاجات في كلاسيرا احنا عملناها كمان ان المعلم ممكن يحول الفيديو فيديو تفاعلي، يبقى في فقرات كده بتسال اسئله، وده احسن طبعا. المتابعه الفرديه، متابعه الطلاب اللي بقى درجاتهم ضعيفه، اللي كان متحسن وضعف الى اخره. هل يمكن ان نقوم بالتوظيف؟ فهد بيسال. فهد العملي، شكرا استاذ فهد والله على حضورك. هل يمكن ان نقوم بتوظيف التلعيب والاستراتيجيات؟ هنتكلم على الاستراتيجيات دي، وشرحنا عده استراتيجيات الكترونيه او مباشره، وان شاء الله نوضحها على رواق بالتفصيل يعني. اطلب من الطلاب تنفيذ مهام متقدمه، فالمهام البسيطه غالبا ما تؤدي للشروط. ما تطلبش من الطلاب واجب بسيط، واجب سهل، واجب مش متعدد، ما بيناقش مستويات تفكير عليا. الواجبات البسيطة هتساعده على الشروط لأنه هيخلصها في دقيقة. اوكي؟ بجانب الطلاب المتميزين المتفوقين كمان هيحس بالملل بسرعة. تنويع الاستراتيجيات اهيت اللي قالها لنا الأستاذ فهد من شوية، شفت أنا حاسس بيك إزاي؟ ده هيكون شيء كويس جدا علشان طريقة المحاضرة الجافة طريقة جدا سيئة. حتى لو اضطريت للمحاضرة، احنا دلوقتي في محاضرة صح؟ ولكن حاول تبقى نشيط فيه. اوكي؟ محاكاة بقى، فيديوهات، دروس تفاعلية، صبورات تفاعلية، كل ده بيساعد ان انت تستخدم برمجيات مختلفة تساعد الطلاب على التركيز، خاصة في المواد العلمية بيكون فيها اشياء كتيرة جدا. في طبعا القلم الضوئي اللي هو بالكتابة ممكن كمان يساعدك، في الصبورات التفاعليه، في مواقع كتير قوي بتخلي في مشاركه ما بين الطلاب، زي الصبوره الفنلنديه مثلا لو تعرفوها. مين يعرف فيكم الصبوره الفنلنديه او اشتغل عليها؟ يلا اكتبوا لي كده في الشات، احنا على وشك خلاص نخلص. الصبوره الفنلنديه موقع بيديك تشاركيه ما بين الطلاب. الصبوره الفنلنديه هحطها لكم ان شاء الله في المصادر ولها فيديوهات بتشرحها. عباره عن ان انا بوجه للطلاب تاسك
واتفرج عليه وهما بيحلوا. موقع مجاني ابن حلال محترم، بيخلي الطلاب يحلوا، وبيكون في شاشه بتتابع في الحل. ان شاء الله احطها لكم ان شاء الله في المصادر. اوكي، احطها لكم في المصادر. حاضر، في صبارات تفاعليه. خلصنا الشرح، جزاكم الله خير. ان شاء الله هكون موجود معاكم 10 دقائق او ربع ساعه او لحد ما نخلص الاسئله. اوكي، يلا اسالوني بقى لو عندكم اي سؤال، اكتبوا لي اسئله على الشات ان شاء الله. كده نخلص الاسئله ان شاء الله يا استاذ محمد، وايه نختم ان شاء الله. وسعدنا جدا بهذه الملاحظه وهذه الجلسه الطيبه. اتفضلوا يا جماعه، انت عنده اي سؤال فيما مضى؟ طبعا دي وسائل التواصل معايا بعد اذن محمد. الله يسلمك. شكرا لحضرتك ابراهيم، ويعني بجد جزاك الله كل خير. انا عارف ان حضرتك يعني النهارده يوم صعب عليك، شكرا ليك على انك وافقت. انت انا زي تقريبا زي حضرتك شويه تعبان، بس الحمد لله تمام. ارجو الناس كلها والشباب موجود معانا. ربنا والله يكشف الغمه دي يعني بصراحه، ويحفظنا ويحفظ اهلنا. طيب الاسئله يا جماعه، يلا الله. الله يسلمك. ويعني انا بتحايل دايما على الدكتور محمد نعمل لقاءات كتيره، بس هو اللي بيقول لي لا. طيب، كيف نقضي على الشروط احيانا اثناء مرور نصف المحاضره؟ بص يا عائشه، هو الشروط ملوش وقت. يعني عارفه انت كده لما تكوني سايقه العربيه وفجاه تفتحي تويتر وتبص على تويتر، فلا قدر الله تحصل حادثه. ما نقدرش نقول هنا الحادثه لا قدر الله ربنا يحفظ يا جماعه حصلت في اول الطريق ولا في نص الطريق ولا لما وصلت وانا بركن. الشروط ملوش وقت، ولكن الشروط ده لو انت سيطرت عليه في اوله، لو انت سيطرت عليه في اوله هتقدر تتحكم في القاعه بشكل اكبر. كل ما الوقت هيمر عليك هتبقى صعب جدا تسترجع الطالب، لانه بيبقى شرد. فاهمني؟ فالاسره، الطالب، المعلم، بيئه المدرسه، كل دول لازم يتحالفوا مع بعض حتى بالقوانين. يعني لو المرور قال لك اللي هيمسك الموبايل هيتغرم 1000 جنيه قوانين، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اللي مش هيركز في الصلاه ستطرح يوم القيامه في وجهه، قانون، صح؟ فعشان كده لو انتوا تلاحظوا مثلا في الصلاه، ايه سنن الصلاه؟ انك تمشي بهدوء، انك تصلي ركعتين سنه، صح ولا لا؟ انك تختم الصلاه، انك تخشع في الصلاه، انك تقول الله اكبر. الله اكبر يعني من كل حاجه. يعني انتوا لو ركزتوا في الصلاه صدقوني هتلاقوا احدث الابحاث العلميه اللي شفناها، مش بس في الشرود ولا في التعليم ولا في الحياه، في الصلاه صدقوني يعني بدون اي مبالغه. اوكي؟ ما نقدرش نقول هي بتيجي امتى، كلها عوامل. كيف التصرف مع الطالب الذي يظهر عليه علامات الشرود في المحاضره؟ خلاص احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا محمد بالتفصيل. اتكلمنا ازاي انا كاسره اتفاعل، ازاي انا كمعلم اشتغل، ازاي انا كبيئه مدرسيه، ازاي انا كطالب نفسي يبقى عندي الوعي، كل ده كان محور الحصه اصلا. ولا انت كنت شارد مننا؟ الله يسلمك يا او يسلمك يا امجد او امجاد بقى. طب حظك بقى. اوكي. المصادر، خليني احدث البرزنتيشن وابعته للدكتور محمد، اضيف لكم بقى المصادر دي كلها، احاول افتكرها. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور استاذ ابراهيم. شكرا انك تعبت معانا جدا. بالنسبه لمصادر حضرتك مشكورة جدا، ممكن تبعتها لي على الميل، وانا ان شاء الله كل الناس اللي موجودين في الورشه واللي هيشاركوا في التقييم اللي هو الرابط ده. اوكي. هبعت لهم بتاعتهم الشخصيه وابعت لهم كل الماتيريال اللي هي موجوده عندنا. تاني حاجة بالنسبة لكل الفريق، كل الحضور الكرام، لو في أي فيديو أو في أي محاضرة موجودة عندنا على إيميرج، دي القناة بتاعتنا، يشرفنا جدا إن أنتوا تعملوا عليها سبسكرايب، لأن عليها محاضرات باللغة العربية واللغة الإنجليزية. الإيفالويشن مهم جدا عشان الماتيريال بمجرد ما توصلني هبعتها لحضراتكم على طول إن شاء الله. تالت حاجة ودي يعني حاجة، ده الجروب بتاعنا على الفيسبوك، بحيث ان انتوا لو حابين تشاركوا معانا على الفيسبوك تشوفوا اي حاجه احنا بنعملها، كل الحاجات اللي احنا بننشرها في مجال التعليم وكل مجال تكنولوجيا التعليم متخصصه شويه. بعد كده عندنا، انا ليا طلب مثلا لو في حد من الحضور الكرام لو حابب ان هو يشارك معانا بورشه تطوعيه
ده الرابط الخاص بالنسبة للفورم، بحيث إن هو يملاها ويشارك معانا بورشة. أستاذ إبراهيم حضرتك تعرف تقول حاجة؟ بقول لك أنا عايز أشارك يا فندم، أنت صاحب بيت. الله يخليك يا دكتور. والله بصراحة إيمرج يعني من المؤسسات اللي أنا والله يعني عارف إن أنا ما بعرفش احنا أجامل، والله جهودكم والله جميلة جدا، ويعني جهد عظيم جدا، ويعني بتنتقوا فعلا الكورسات والمحاضرين، فعلا يعني جزاكم الله خير جدا. شاكرين لحضرتك، ما كناش نقدر نعمل حاجه زي دي الا بمشاركه حضرتك ومشاركه كل الحضور الكرام اللي شاركوا معانا خلال الفتره اللي فاتت دي. الفكره بتاعت ايمرج كانت كلها باللغه الانجليزيه، بس الحمد لله حاليا بدانا نضيف اللغه العربيه، لان الكونتنت بتاع اللغه العربيه بيعاني من عدم وجود محتويات جيده على الوطن في الوطن العربي، مع ان في قامات عربيه كتير قوي. صح، فاحنا بنحاول، هم بيتطوعوا بوقتهم، انت حضرتك متطوع بوقتك وتعبان معانا وما بالعكس رضيتش بالعكس، تسيب يبقى شرف. اليوم النهارده مع تعبك، وانا والله العظيم انا تعبان النهارده جدا، وبنشارك احنا الاثنين عشان حد يستفيد. جزاكم الله خير يا استاذ. احنا طيب احنا معانا كام يعني دقيقة كده نرد على الأسئلة؟ معانا 3 دقائق ان شاء الله. طيب اوكي، هي الأستاذة أمل بتسأل على الاي دي اتش دي. الاي دي اتش دي اللي احنا اتكلمنا عليه برضو، أنا حاسس إن أنتم ما كنتوش مركزين. الاي اتش دي اللي هو مرض فرط الحركة واضطراب الحركة واضطراب الانتباه. اوكي، ده اتكلمنا عليه وقلنا إن ده مش تخصصي أصلا، ده مرض بيواجه الأطفال من سن 3 ل 12 سنة ومحتاجين فيه رعاية نفسية وصحية. اوكي، يلا اتكلمنا عليه ان شاء الله. تخصصنا احنا بنتكلم على الاي ليرنينج، يعني التشتت الجديد بقى، زي ما احمد هاشم بيتكلم كده ان في حاجات جديده يمكن تستخدموها حتى في دراسات جديده، اللي هي بتقول لك ان الطالب وهو قاعد في البيت مشتت اكتر من اللازم. طيب اوكي، يلا في اي سؤال تاني يا جماعه؟ حضرتك قلت الادويه. لا انا مش بتاع ادويه لكن اقصد المعلم هل يستطيع دعمهم؟ ده برضو مش تخصصي يا استاذ امل خالص خالص، ما اقدرش افتي اصلا في حاجه انا ما اعرفهاش، تخصصي اي ليرنينج بس، انما ده محتاج بقى اللي هو المختصين في الامور النفسيه. طيب ابن بيلعب شطرنج بيبقى مركز جدا وهو بيستمع للدروس. طب انت هنا يا ايمان اتعرضت لنقطه كالني بورد اتعرض ليها بشكل كبير جدا، ويمكن احنا في رواق هنفرد لها محاضره، اللي هي المهام المتعدده. اوكي، هل انا ممكن اعمل مهام متعدده في نفس الوقت؟ لا ما اقدرش، وانا بصلي ابدا احسب مصاريف الشهر بتاعي ايه، ما اقدرش وانا حاضر دلوقتي ابدا مثلا افتح التليفون والعب شطرنج. يعني فكره المهام المتعدده دي مركز في الشطرنج. انا فاكره بتتكلمي ماشي كويس، انت ما بتتكلميش على موضوع ان بعض الناس بيظن ان ممكن يشتغل مهام متعدده في نفس الوقت. ما تعرضنا لهاش النهارده بس على الرواق هنتعرض لها بالتفصيل. ما فيش حاجه اسمها مهام متعدده، مهام متعددة هتدخلك في منطقة اسمها العمل الضخم، انك هتعمل حاجات كتيرة جدا بس نص ونص. عارفين انتوا كده لما الست مثلا تنسى الطبخة الجميلة في المطبخ وتتحرق، او القهوة وتتحرق، وهي لانها مركزة في حاجة تانية، محدش يقدر يركز الا في حاجة واحدة. ابنك بقى دخل في موضوع ايه؟ ان الشطرنج هو بالنسبة له اكثر متعة، اكثر اهمية، اكثر جذبة. كلمنا احنا في النقطة دي بقى بالتفصيل. دوري كمعلم، دوري كأسرة، دوري كبيئة تعلم، ان انا اعرفه بشكل مباشر او بشكل غير مباشر ان يا حبيبي في الحصة دي مخصصة للتعلم، تعلم ومستقبلك الحقيقي. انا كابراهيم استاذ في الشطرنج، استاذ دولي، كنت وصلت على فكرة في وقت من الاوقات، ودي حقيقه مثلا الكلام ده من 10 سنين، ان انا كنت ممكن اقعد العب في اليوم الواحد 7 ساعات. لما دخلت بقى اللعب اونلاين بقيت العب كل الناس بقى، وبدا الريت بتاعي يعلى، كنت مثلا بدات 1700 وصلت 2100. اسال ابنك عن ال 2100، ده رقم جامد يعني. فبدات انبسط وضاعت عليا فرص كبيره جدا في الحياه. فلو كان في من 10 سنين ناس نصحوني بشكل مباشر او غير مباشر ان انت كده بتقضي على حياتك،
انا كنت وصلت للمرحله دي. فهنا بقى اللي احنا قلنا عليه يا استاذ عمي، تكاتف الاسره والمعلم والبيئه والاكل الصحي، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل، انت ترجع بس للمحاضره هتلاقينا بنتكلم الاكل الصحي والرياضه والبدائل والحاجات دي كلها اتكلمنا عليها بالتفصيل يعني، او ممكن حتى على الخاص تكلميني يعني اقول لك بعض التفاصيل الخاصه بالموضوع. هنا اللينكد ان بتاعي، قناه اليوتيوب بقى هتلاقوا عليها شرح للسبوره الفنلنديه والحاجات دي كلها ان شاء الله. اوكي طيب، في اي سؤال يا جماعه قبل ما نختم؟ حد نفسه في اي حاجه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا سيدي. باشمهندس إبراهيم، باشمهندس حضرتك سامعني؟ جدا. الله المستعان. أنا بستأذن أولا أخونا الأستاذ الدكتور محمد بحكم إنه يعني قائم على إدارة الموضوع من إمارة أفريقيا، ثم بستأذن حضرتك يا حبذا يعني لو أفدتونا في مرات قادمة إن شاء الله بإنك فعلا تعلمنا على بعض البرمجيات، بعض التطبيقات، بعض الأدوات تقنيا موجودة عند حضرتك، مثلا 5 6 10 نستغل ساعتين زي كده في يوم من الأيام، وتعلمنا تقنيا كمعلمين إزاي أزيل التشتت بهذه الأدوات والتطبيقات. كويس، على قناتي في اليوتيوب دي هتلاقي تمام قسم خاص اسمه كل جمعة تقنية تعليمية، جميل كتير منها بتتكلم عن اللي احنا بنتكلم فيه، يمكن اكتر من 50 فيديو. لو انتوا حابين تخلوها في شكل سيشن مباشر ما عنديش اي مشكلة، انما على قناتي كتير فيديوهات هتلاقيها بتتكلم في الصياغة ده. اوكي شكرين فضل حضرتك كتير كتير، وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك إن شاء يا الله. رب جميعا. وانتوا يا جماعه يعني امانه فعلا لو انتوا تقدروا تنقلوا المعرفه دي باسلوبكم بمستواكم حتى من غير ما تذكروا اسماءنا، ده شيء يشرفنا جدا. احنا فعلا في الظروف اللي احنا فيها دي فعلا يعني، والموضوع مطول، احنا محتاجين فعلا ننقل المعرفه دي لزملائنا المعلمين والابنائنا والاسرنا والحاجات دي فعلا يعني، ده زكاه العلم اللي يا ريت والله كلنا نعمله. العرض هيجي لكم مفتوح والمصادر عندكم واحنا تحت امركم في اي حاجه. شكرا جزيلا. طيب اي ثينك ما فيش اي اسئله تانيه. هل يوجد شهادات للدورات التدريبيه؟ الدكتور محمد بقى يفيدنا في الموضوع ده. راجع لحضرتك بخالص الشكر والتقدير الله استاذ يخليك ابراهيم على وجودك معانا ورحبتك معانا. الفكره كلها اللي انا عايز اوضحها ان احنا ما فيش شهادات للدورات في الوقت الحالي، لان الغرض من ايمرج افريكا هو نقل المعرفه وليس الشهادات، طبعا وده المبدا اللي احنا شغالين عليه بقى لنا فتره كبيره بقى 8 طبعا سنين. غرضنا جميعا ان احنا نتعلم، مش غرضنا ان انا اجمع ورق. انا ممكن اعمل لكم 500 شهاده، بس انا الغرض ان انت لو خرجت المعلومه واحده اهم من مليون شهاده عندك. والله انا بسعد دايما لما الاقي حد اتصل بيا وقال لي انا عايز اقدم الكورس ده، ابعت لي الماتيريال، انا عايز اعرف كذا اشرحها لزملائي. فعلا الفايده الحقيقيه هي انك تنقل المعرفه. بس كلامك صح جدا. يلا على خير. وعايز اشارك حاجه صغيره، ان في امريكا حصل اوباما اسمه ترامب لما حصل النضال قال لك ان مفيش اعتماد للشهادات، اصبحت كل المهارات هو اللي هي اهم من الشهادات عندهم. انت التوجه عارف يا العالمي. دكتور، عارف يا دكتور، اتفضل. انا اخر شهاده خدتها كانت سنه كام؟ كانت 2003 في الفلاش. فعلا لا انا ما حضرتك بتشتغل في برامج ممكن ما تكونش خدت فيها شهادات. من 2003 انا ما خدتش ولا شهاده ولا بسأل هو السؤال ده. مصطفى بيقول لا يوجد تعارض بين التعلم والشهاده. هو الكونسبت ده ان احنا بنشتغل في افريقيا، فكنا موجودين مع الاتحاد الجامعات الافريقيه، فقال لك ان احنا اهم حاجه ان احنا عاوزين نهتم بالناس اللي تبحث المعلومه اكتر من الشهادات. انا دلوقتي عندي 27 او 35 واحد حضروا الورشه فعليا من اول دقيقه لاخر دقيقه. ال 35 واحد دول بحثوا عن العلم، مش ان هم دوروا على شهاده. فهو ده المبدا الاساسي اللي احنا بنحاول نوصل، ان احنا بنكرييت كوميونتي متاكده ومرتبطه بالعلم. عشان كده بنقول يا جماعه ان احنا عاوزين نتعلم مش عاوزين ناخد شهاده. انا ممكن اديك ورقه شهاده موجوده ويمرج افريقيا، بس اديك شهاده على ايه؟ انك حضرت قعدت ساعه؟ طيب ايه اللي اتعلمته حضرتك؟ انا هيقيسه ازاي؟ هتستفيد منه ايه؟ هتعطيلي الناس تقول لهم انا معايا شهادات كتير؟ محدش عاد بيعتمد بالشهادات دي كلها، هو بينظر لخبراتك العمليه اللي انت بتقدر تعملها واللي انت بتقدر تقدمه. هي دي وجهه نظري الصغيره استاذ ابراهيم. لو
لا انا اتفق معاك 100%. انا بقول لك انا من 2003 ما خدتش اي شهاده، مع اني يعني بفضل الله يعني مستواي كويس. يعني مثلا شوفوا انا مدير قسم التدريب وما خدتش تي او تي اصلا، يعني ما خدتش اصلا ابسط الحاجات اللي تخليني في البوزيشن ده. بس انا بفضل الله يعني حتى بكلام ناس يمكن عالميين ان انا مستواي في التدريب كويس، فبالعكس. ولكن برضه نرجع نقول ان احيانا بتكون الشهاده يعني محفز اكتر للانسان، فبرضه لو في مكان نحط لهم شهاده بصراحه يبقى شيء كويس. هو حاليا الكونسبت اللي موجود عندنا في ايمرج ان احنا كل حاجه بنعملها تطوعيه في الشهادات، وحتى حاولت ان احنا في عندنا كورسين موجودين في ايمرج افريكا اسمه فاسيليتيتنج اونلاين، ده بيتعمل تبع جامعه يو سي تي يونيفرسيتي اوف كيب تاون، ده بيتعمل بفلوس، وفي بعض السكولار شيب. يعني لو في مثلا حد قدم عليه وجاله سكولار شيب بياخد الكورس ده اللي هو ميسر اونلاين، اللي هو بيشتغل ميسرين، دفع 7000 جنيه تقريبا او 6000 جنيه. وفي كورس تاني هيتعمل ان شاء الله على نص السنه الجديده اللي هو اي ليرنينج بيزك اي ليرنينج، ده هنتكلم فيه ان شاء الله، وهيبقى متاح معتمد من ثلاث اربع جامعات افريقيه، ومتاح ان هو معتمد من اتحاد الجامعات الافريقيه. فمجرد ما هينزل اكيد حضراتكم موجودين معايا في الميل ليست، ببعت لكم كل الادريس، ولو مشتركين على جروب الفيسبوك او اللي هو التليجرام والحاجات دي كلها بتلاقوا كل الادريس اللي احنا بننزلها. طيب جزاكم الله خير. هي حسين بيسأل على الكتاب ديب ورك، هحطه في المصادر، هحط اللينك، حاضر. عربي وانجليزي، هو ملوش ترجمة عربي، ليه ترجمة انجليزي وملخصات عربي. حاضر، كل الروابط دي هبعتها للدكتور محمد، ويوصلكم ان شاء الله البرزنتيشن بشكل اساسي. اللي حابب يتواصل معايا انا بقى اللينكد ان معاكم، وهو الوسيله بصراحه السوشيال ميديا الوحيده اللي انا بفتحها هي اللينكد ان، فاللي حابب يتواصل معايا على اللينكد ان يشرفني ان شاء الله في اي وقت. شكرا لكم يا جماعه، شكرا أنا جزيلا. كمان خلاص انا خلصت يا دكتور محمد، لو عندك اي اضافه يعني تختم. لا، وانا كمان لو كده على الرقم الشخصي اللي موجود عندكم، لو في حد عاوز حاجه على الواتساب يبعت لي على الواتساب وانا تحت امر حضرتك. انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر الدكتور ابراهيم، استاذ ابراهيم، على تعبه معانا جدا. دكتور ابراهيم شكرا ليك، وشكرا لتعبك معانا. انا مش دكتور، ده مش عارف اقول لك ايه، ده انا واخد بص، هو الديجري مش دكتور. اللقب العلمي لو جينا نتكلم عنه هو لا ما بيرفعش حد، بس هو الفكره كلها ان انت حضرتك عندك علم، ربنا يجزيك كل خير عليه. لا ولا علم ولا حاجه، ده كلها والله حاجات يعني بسيطه، وناس علمونا واحنا بنعلم الناس، وانتوا كمان علموا الناس. انما انا مش دكتور ولا حاجه، انا مش عايز اقول لك ان انا جايب يعني الحمد لله على كل حال. ولكن زي ما انت قلت، هي فعلا مهارات، الواحد بدأ يطور المهارات دي وينمي نفسه فيها، والحمد لله يعني كل ده بفضل الله. شكرا جزيلا الحمد دكتور. لله، شكرا لحضرتك جدا، وشكرا لحضور الكرام، ونشوفكم ان شاء الله في فرص جديده في ايمرج افريكا بالعربي. ولو في اي حد عاوز يتواصل باي شكل، في تقييم انا بعت الرابط بتاعه من فتره، دي واحده هبعته لحضراتكم تاني يا فندم، التقييم بتاع الورشه. ده التقييم بتاع الورشه كلها، والشانل بتاعتنا بتاعت اليوتيوب موجوده عند حضراتكم، ودي الشانل بتاع استاذ ابراهيم. ويعني شاكرين لافضلكم، وشاكرين للاستاذ ابراهيم جدا جدا على تعبك معانا، ونشوفكم ان شاء الله في فرص جديده في منش افريكا بالعربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.